كيف تلقينا خبر اعتقال الرئيس في هذا الامر؟ كان محسوم وكان يعني فقط يعني تلقينا يعني بـ 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 يعني بشكل عادي، فهذا الامر كان يعني محسوم فقط مساله وقت، لانه الرئيس كان متابع في ملفات كبيره وملفات كبيره بزاف، والحمد لله فالاعتقال ديالو يعني رفع واحد الغمامه على المدينه، ولانه رئيس كان يعني كيدير البلوك لمجموعه من المشاريع التنمويه في هذه المدينه. يعني وفي العهد ديالو حصلنا فقط على مدينه اسمنتيه، يعني مدينه بوزليقه كانها فندق، الناس كتمشي تخدم برا، اللي بغى متنفسات كيمشي لبرا، اللي بغى شي حاجه كيمشي لبرا، وما كاينش شي حاجه يعني فين ندي ولادنا، ما كاينش، الى انه لدرجه انك كتشوف مثلا مدينه قداش عدد الحدائق ولا عدد الملاعب القرب ولا عدد المتنفسات ما كاينينش، شبه منعدمين. يعني الناس ملي كيبغيو يدي ولادهم شي بلاصه خاصك تمشي للمحمديه ولا تمشي للرباط، رغم ان هذه المدينه جات في واحد الموقع استراتيجي كيخول ليها تكون من احسن المدن ومن المدن اللي تجلب زيار وسياح، بغض النظر عن ان مدينه شاطئيه، يعني ماشي حنا غنجيبوا السياح من العام للعام، ولكن علاش ما يكونش عندنا فنادق، يكون عندنا متنفسات ترفيهيه، يكون عندنا يعني اماكن ديور شباب، دور ثقافه بكثره، ناس يعني في غيدي ولادهم، علاش حنا المواطن البوزليقي ملي غيبغي يدي ولده كيمشي يدي المحمديه ولا الرباط باش يبدل الجو، علاش ما يكونش عندنا حنا فين نبدلوا الجو؟ وكونها مدينه صغيره وقاطره جات بين العاصمه الاداريه والعاصمه الاقتصاديه، فهذا يعني هذا الرئيس بكل صراحه يعني عرقل مجموعه من المشاريع، وكان يمارس دور السلطه السياديه على هذه المدينه بكل صراحه، لا 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 يحاول لا مجتمع مدني لا اعضاء لا يعني معارضه، يعني كان ياخذ برايه فقط ولا راي غير رايه، وللاسف ففي اعتقاله ربما خير في هذه المدينه، ونتمنوا من المجلس الحالي انه يركز على المشاريع والامور اللي كتحتاجها هذه المدينه عوض التركيز على الامور الهامشيه. حتى واحد ما كتحب ليه الحبس، حتى واحد ما تبغي ليه الاعتقال، تمنينا يكون سيناريو افضل للسي كريمين، ولكن قدر الله ما شاء فعل، هذه هي سنه الحياه، كما تنقولوا حنا ديما كنامنوا باللي دار الذنب يستاهل العقوبه، وما كنتمنوش ليه، حنا ما نكذبش عليك، حتى انا الدره ديال الايمان والاسلام اللي في المغاربه ما كيتمناش الضرر لشي شخص اخر. كنتمنى ان بوزنيقه، شوف باش نكون واضح معاك، كريمين عطى المدينه بوزنيقه كان خاص يكون افضل مما كان صراحه، هو بحال بوزنيقه حطها بحال شي ورده في الاول، غير هو ما بقاش كيسقيها، دبالت، هذا هو الاشكال اللي كاين. باش نكون واضح معك، مدينه تضاهي مدن كبار ساحليه، موقع استراتيجي زوين، يعني مدينه اللي قدر انه يحقق واحد الاشياء، ولكن كما قلت لك كان خاصو يكون افضل مما كان. كنتمنى في العهد الجديد ديال الرئيس الجديد نتمنوا انه تكون عنده رؤيه اخرى، وعلى ما كيبان لينا حنا كشباب مدينه بوزنيقه كاينه واحد الرؤيه خاصه ديال السيد الرئيس الجديد، كنتمنى ان نطبق على امر الواقع، خصوصا انه كاينين واحد الاعضاء اخرين نضافوا ايضا، ان شاء الله تكون التكامل بيناتهم ويقدروا يحققوا لمدينه بوزنيقه اللي عانات في الحقبه الماضيه، ولو انه الحمد لله راه ماشي راه كانوا دي شوز اللي هما ايجابيين وكانوا اشياء اللي هما سلبيين. تمنينا تكون بوزنيقه افضل، ولكن القادم افضل باذن الله.